هنتكلم عن القناة نتكلم عن القناة الوثائقية الأول، ولا نتكلم شوية عن الاقتصاد الأول والتكليفات؟ تختاروا إيه؟ ها؟ حد يقول؟ نتكلم حبة على التكليفات، صح كده؟ نتكلم على التكليفات. بص، لدينا وضع اقتصادي في العالم وضعا طاحنا بما لا يقبل أي شك أو تأويل. عندنا وضع اقتصادي طاحن. طيب بلاش، سيبك من ده. امبارح احنا كنا مستضيفين الدكتور هاني الكاتب، دكتور هاني الكاتب الأستاذ والعالم بجامعة ميونخ ألمانيا الاتحادية. أنا بتكلم هنا عن اسم وقيمة كبيرة جدا بالمناسبة، فأنا عارف كويس أنا بقول إيه بقى. فأنا سألته، قلت له يا دكتور الوضع في ألمانيا عامل إزاي؟ فكان الرد بتاع الدكتور هاني اللي عايش في ألمانيا وبيدرس في واحدة من كبريات الجامعات الألمانية بل والأوروبية، قال لي الوضع صعب جدا 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 نصا. هل أنا دلوقتي بكلمك على الوضع في ألمانيا؟ إطلاقا، أنا بس بكلمك على شاهد عيان، اسم وقيمة كبيرة جدا، مقيم هناك، عايش هناك، يعلم الأوضاع هناك بقاله سنين طويلة، فيقدر يعقد هذه المقارنات بمنتهى السهولة واليسر، زي ما حضرتك تقدر تعقد أي مقارنة طالما أنت عايش في مصر طول عمرك مثلا يعني. طيب هنا بقى الدولة في مصر تبدأ إنها تتحرك في إطار تفكيك جزء من الواقع الدولي ولا لأ؟ تتحرك. طيب هتفكك هذا الواقع الدولي المؤلم اقتصاديا إلى أي مدى؟ على الأقل فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المصري تبدأ تقلل زي ما كنا بنتكلم امبارح من الموجات الصدمية بسبب ارتفاعات الأسعار، وفي نفس الوقت تبدأ تشتغل على المزيد من الإنتاج في القطاعات الإنتاجية المختلفة والتصدير بشكل أكثر خصوصية والتركيز على التصدير. فيبقى جزء من اللي احنا بنعمله بنسد الفجوة الداخلية للمستهلكات المحلية، استهلاكنا المحلي، وفي نفس الوقت نصدر جزء يقدر ان هو يمكننا من الحصول على عملات صعبة سواء اذا كان الدولار يورو الخ الخ الخ. الرئيس كان تكليفه واضح بمساندة القطاعات الانتاجية بين قوسين والتصديرية علشان نقدر نواجه التحديات الاقتصادية العالمية. احنا معانا على التليفون استاذ احمد خطاب الخبير الاقتصادي، لسه مش جاهز معانا، وهنا هرجعك على مسألة. طب احنا محتاجين ايه؟ محتاجين على سبيل المثال يمكن كلام زي اللي كان زمايلي او زميلاتي العزيزات بيقولوه على التكليفات الخاصه بالدكتور مصطفى مدبولي على مساله الاستمرار في الافراج عن كل البضائع اللي ممكن تبقى موجوده في المواني اول باول، لان انا ما بقاش في عندي شيء مكدس. طيب الافراج عن الحاجات اللي موجوده في المواني، اول الاولويات دايما بتبقى مدخلات الانتاج، ممكن تبقى مواد خام مضطرين نستوردها، ممكن تبقى ماكينات وقطع غيار الى خلافه، فمهم عندنا ان احنا نخرجها للمصانع دايما طول الوقت بمنتهى السرعة واليسر، بحيث ان احنا ما نخليش المصانع تقف او يحصل عقبة عندها في سبيل انها تكمل في سلسلة الامداد او سلسلة الخدمة. علشان اعرف اتكلم حبة بقى عن الوثائقية هاخد فاصل ونرجع نقعد هنا نتكلم حبتين في الموضوع ده. لأن الحكاية تستحق أن تروى بلسان أصحابها. هنحكي حدوتة؟ هي ما تتحكيش، هي لازم تتشاف. وحتى لا تنصهر القصة ولا تكون آفة حارتنا النسيان، عينك وودنك انتباهك كله تارجت. لأن أرض المعركة هي عقل الإنسان. دي كانت رسالة العملية الرئيسية، أننا أصبحنا القوة رقم واحد. هل قتلتم الرجل؟ قال نعم وكان مبتسما. لأن للحرب على الإرهاب والتطرف وجوها كثيرة يجعل فكره هو معيارا للهدى، معيارا للدين. هو يعرف كيف ينفذ إليك، متى يضرب من، حتى لا تشوه الحقائق. المعلومة أمامهم لكن لا يرونها، ولا تحرف الوقائع. ليه ندي الإخوان 48 ساعة؟ احنا يجب أن نسيح الإخوان الآن. ولا يزور التاريخ،
قال بصراحة ما كناش متوقعين انكم هتعرفوا تدافعوا عن قضيتنا. معلومة مدققة. مصر ام الدنيا مش لانها قديمة، لان كان كل المضطهدين في العالم وكل الطموحين يجوا هنا عشان يبنوا نفسهم. ما تتخيلش فرحة الناس قد ايه لما ربنا كرمنا والمركب اتحركت وطلعت. دور اللي بتعمله قناة السويس وهي في نظر العالم عامل ازاي ونقل البحر اهميتها ايه بالنسبة لك؟ الكلمة نور وبعض الكلمات قبول. جورج ابيض وحمدي غيس وعبد الله غيس وأمينة رزق وسامح عيوب وسناء جميل. تفاصيل جديدة ممكن يبان عادي بس هو مش عادي. وهكذا هي مصر وهكذا هم مبدعوها. الوثائقية القصة كاملة. طيب بصوا بقى الوثائقية زي ما بقولك كده. بص شوف، في حاجات بتتولد كبيرة أو في حاجات بتتولد حلوة، في حاجات بتتولد مبهرة. أنا من مدرسة بتاعت أنه سيب الحاجة تاخد وقتها وتصل إلى مراحل النضج، وأنه هو ده السياق والمسار الطبيعي بتاع أي شيء أي شيء. وفي ناس تانية بتقول لا، لازم الحاجة تبدأ من البداية مبهرة كبيرة رائعة. طيب قلنا هنعمل القناة، عارفين قلنا هنبني وادي، احنا بنينا السد العالي، قلنا هنعمل القناة الوثائقية بتاعتنا. المتحدة اتخذت القرار، اشتغلوا مع قطاع الوثائقي بالمتحدة، تم تكليف زميلنا شريف سعيد علشان يترأس هذه القناة ويبدأ يجمع في فريق العمل. ثقتي الحقيقة سواء في شريف أو في دريني، وفي نفس الوقت انه انا عارف الناس دي بتشتغل ازاي، فقلت اكيد هيعملوا حاجة عظيمة جدا. لكن هل بالضرورة نبقى جامدين قوي؟ يعني مش بالضرورة، احنا لازم ناخد وقتنا. انا كده، انا واحد من الناس اي حاجة عملتها في حياتي بشوفها انها تتدرج الى ان تصل للمرحلة بقى اللي ايه نقدر ساعتها نحط لها تقييم موضوعي وسليم وما الى ذلك. وجي اليوم اللي تنطلق فيه الوثائقية، عارف بقى يوم الامتحان ما احنا هنتفرج خلاص. الوثائقية كده عاملة بالظبط زي البني آدم اللي هوب نط في البحر بقى عوم. فتحنا التلفزيون الساعة 8، الوثائقية قدامنا، وانطلق فيلم عن المناضل والبطل الشعبي أدهم الشرقاوي. وقعدت اتفرج على أدهم الشرقاوي بدون أي مبالغة، وانا عامل كده ثابت ما بتحركش. طيب اللي غاوي افلام وثائقيه او اللي اشتغل افلام وثائقيه يعلم ان احنا بيبقى في عندنا حاجات كده تقدر تسميها تقنيا دوكيو دراما. يعني انا بيبقى في عندي المتخصصين او شهود العيان او 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 او, أو اللي هم الضيوف بتوع الوثائقي. الدراما في الموضوع ان انا عايز اخدم على ده بفيجوال، مش بس كلام الضيف اللي بيتكلم، انا عايز يبقى فيه قدامي صوره. فانا ممكن جدا اجيب ادهم الشرقاوي، بس هجيب ادهم الشرقاوي منين؟ اجيب بدران، بس هجيب بدران منين؟ رحمه الله على الجميع بقى خلاص، يعني الكلام ده من سنين طويله. طب نعمل ايه في الحالات اللي زي كده؟ بيروح المخرج بتاع العمل الوثائقي يبدأ يشتغل دراما، فيبدأ يشتغل بقى مش بس على السيناريو الوثائقي، لكن يبدأ يكتب سيناريوهات صغيرة للمشاهد الدرامية اللي بناء عليها هيتم وضعها لخدمة العمل بشكل عام. أدهم الشرقاوي حتة سكر تبدأ بيها الوثائقي، حتة سكر بالمعنى الحرفي. فيلم طعمه حلو، ده واحد. إخراجه حلو، ده اتنين. مزجته حلوة، ده تلاتة. القطع بتاعه حلو، أربعة. الناريشن بتاعه حلو، خمسة. الزوايا مظبوطة، الإضاءة مظبوطة. ساعات كتير في بدايات العمل الوثائقي يقع الصناع كده ايه، بيبقى ساعات في البداية خالص لازم يقعوا في فخ، اللي هو مثلا يجيب لك الضيف علشان يتكلم، فيحط لك مثلا يوسف على شمال الشاشة، بعد شوية عاوز يجيب نديم فيروح حطه على يمين الشاشة، وبعدين ما تلاقيش ان في باترن، ما فيش نسق. خد بالك
لازم يبقى في نسق في الوثائقي في الحاله اللي زي كده. يعني يا هتحط كل الناس على شمال، يا هتحط كل الناس على يمين، يا اما انت هتقسم على حسب الادوار على حسب الفيلم الوثائقي اللي انت بتعمله، لان الوثائقي ده ممكن يكون بيحمل وجهات النظر، فاما وجهه نظر يمين فيبقى كل اصحاب وجهه نظر الف يتحطوا على اليمين، كل اصحاب وجهه نظر شمال ب يتحطوا على الشمال. لازم يبقى في نسق. فانت هنا اقعد اتفرج على ادهم الشرقاوي هتعرف انه المخرج هنا هو عارف بيعمل ايه، راجل فهمان، فحاطط الضيوف كلهم على شمالك وانت بتتفرج، وبعدين يبدا يقطع. انا مش شايف طبعا حاجه من اللي موجود على الشاشه دلوقتي الا لو زملائي حطوا لي على الشاشه الكبير. لو هم متصورين ان انا عين الصقر، لا، نعرف ان انا ايه عجزت. اهو الوثائقيه، أدهم الشرقاوي بطل أم مجرم؟ قناة الوثائقية تجيب في فيلم من إنتاجها. أدهم الشرقاوي. وعجبني فكرة إن إحنا نوثق للأبطال الشعبيين المصريين. والحكي في الحتة دي يخلينا نقدر نعمل أفلام بالعشرات على الأبطال الشعبيين المصريين. دي حدوتة. عشرات؟ لا، آلاف لو أنت عاوز تبدأ من البداية، من وقت وجود الحضارة على هذه الأرض لحد اللحظة اللي احنا فيها وبنتكلم كده، هتجد أبطال يوهوهوهو آلاف وحواديت حواديت. عجبني والله. احنا معانا محمود طلعت. ألو يا محمود. أستاذ يوسف، أنت اللي أستاذ والله يا محمود. ازيك الاول؟ انا الحمد لله والله، متوتر شويه. بس ليه متوتر؟ اقول السبب الحقيقي والسبب الحقيقي برضه. قول السبب الحقيقي. متوتر شويه ان انا اتفاجئت. كنت في الطريق سايق وجات لي المكالمه. انت حضرتك سامعني يا استاذ؟ انا معاك جدا. لا ده انا مركز. قول. في الطريق سايق وجات لي المكالمه، ف فجأة أنا مع أستاذ يوسف الحسيني وقاعد كمان بس. نعم؟ أنا معاك يا باشا، أكمل. وقاعد كمان بسمع المقدمة بتاعت حضرتك بجد والنقد للفيلم، فأنا كنت عايز أكمل الصراحة. أنا نسيت إن أنا معاك والله. ده أنا طولت قوي، ده أنا كده رغيت يا محمود. أنا مش عارف اللي أنت قلته ده مدح ولا ذم. ضو هات بقول اخطف رجلك وتعالى دلوقتي. لا لا، مدح مدح. طب يا عم ربنا يخليك، خلي بالك انا من الناس التي لا تهوى اي مدح على الاطلاق، واشعر بالمدح. لا والله ده مدح تستحق يا اخي، ربنا يخليك. طب ده كده السبب الحقيقي. في السبب الحقيقي الثاني بقى؟ لا، السبب الحقيقي الثاني ان انا عرفت ان حضرتك بتطلع تتكلم لايف، ما بتبقاش محضر اسئله ولا اي حاجه، ف حقيقي. بس قلت ربنا يستر عليا. يا ساتر يستر يا رب. بص يعني السببين حقيقيين. اولا سيبك من انا هطلع مع يوسف ولا حاجه، يوسف اضعف خلق الله يعني، ما تحطش في دماغك. بص يا محمود، انا بحب الوثائقيات فعلا فعلا. انا راجل يعني افتكرت من يومين ان انا بكره هيبقى عندي 48 سنه، رسمي نظمي فهمي. فأنا أحب الوثائقيات من وأنا عيل صغير. كنت أتفرج على وثائقيات بصوت الأستاذ صلاح حافظ كاتبنا المعروف رحمة الله عليه، أستاذ محمود ياسين. تابعت الوثائقيات بقى بتاعة أستاذ علي الغزولي، حدوتة. أنا راجل بتاع وثائقيات جدا جدا. لا واضح فعلا والله من المقدمة بتاعت حضرتك. لا ربنا يخليك. وأسعدني الحظ إن أنا اشتغلت شوية وثائقيات على قدي في فترة من الفترات، وكانت كلها متعلقة ب يعني الدواعش والإخوان والكلام ده. فأنا ببص على الحاجة من باب يا ترى أنا كمشاهد عادي استمتعت، ويا ترى أنا كراجل مش هقول متخصص لكن ساهمت بجهد على قدي في العمل الوثائقي، أنا مقتنع ومبسوط فنيا ولا لا. أنتوا كفريق محمود مية 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 مية. بين قوسين بقى، أنت طلتك رائعة الحقيقة يعني، وجميلة، وانا اظنها محطوطه في الجون برضو. يعني انت طالع البطل. الحمد لله الحمد لله. احكي لي الحدوته دي يا محمود. انا يعني انا فعلا مش عارف بقى انا احكي الموضوع زي ما انا دايما بشوفه يعني. يعني هو ادهم الشرقاوي يعني الحمد لله ربنا كرمنا، احنا ما كناش نعرف ان هو اللي هيبقى البريمير بتاع القناه يعني.
بس انا بتمنى يا رب يا رب يا رب يكون وشه خير عليا ويكون البريمير بتاعنا كمان يعني باذن الله. ثق من ذلك، انا اتوقع كده بقوه. يا رب يا استاذ يوسف. في نفس الوقت هو الحدوته ببساطه ان احمد الحسيني المخرج بتاع ادهم الشرقاوي، احمد الحسيني شاطر قوي ومذاكر قوي، وانا بتكلم عن الجزئيه الخاصه بيا بقى كممثل، ان احمد الحسيني يعني مش قال لي انا هو عايزني اعمل ايه وسابني اذاكر، لا احمد الحسيني يعني حتى كان في اعداد قبل التصوير بكام يوم، طبعا سبقتها اعداد كتير قوي معاه، بس اللي قبل التصوير بكام يوم دول بالذات معاه هو محمد بيومي، شرح لي كل التفاصيل اللي هتحصل يكاد يكون قال لي على الموتيفات اللي هبقى بستخدمها في ايدي عشان ابقى عامل حسابي. فاحمد الحسيني بجد شاطر جدا، وللامانه للامانه اي نعم تصوير الشخصيه ذات نفسه كان يعني مرهق شويه، بس لا للامانه هم كانوا موفرين لنا يعني الظروف اللي نشتغل بيها بجد يعني، واحنا حابين الموضوع يعني. تصوير الشخصيه مرهق ليه يا محمود؟ هقول لحضرتك احنا بنقدم ادهم الشرقاوي اللي انا شخصيا مثلا انا طول الوقت مرتبطه صورتي في ذهني بالفنانين اللي عملوه قبل كده، طبعا الفنان عبد الله غيث وطبعا الفنان محمد رجب، بس مثلا هتلاقي ان ادهم الشرقاوي ممكن تتخيله كبير شويه في السن. ادهم الشرقاوي بدا قصته اصلا من وهو عنده 17 سنه واتقتل 23 سنه، فادهم الشرقاوي يعني شاب صغير جدا طبعا كان. بس هو في نفس الوقت حد الذكاء، سواء بقى اختلفت الروايه اتفقت الروايه، ادهم مجرم، ادهم بطل، ادهم حد الذكاء. فالتفاصيل دي هي اللي بدا احمد الحسيني يشرحها ويشرحها كويس، ويعني اتمنى اكون طلعت فاهمها يعني على الشاشه. بس انا دايما يلفت نظري في النوع ده من الوثائقيات هو التركيز الدرامي، لانك انت مش بتطلع في مجموعه مشاهد متصله ومتسقه وبتفضل متسلسله حتى نهايه العمل، انت بتركز كل طاقتك كممثل انك توصل لي شعور معين عشان بعد كده انا هكمل في حاله سرديه بعيد عنك. بالظبط. وده صعب. صعب وحمل. بس بالظبط انا للامانه ما شفتش الانترفيوز كمان اللي يعني وانا بعمل الشخصيه ما اتفرجتش على الانترفيوز، وده كان الجزء كمان اللي خلاني متهيألي ان الجزء الاستخبى ده يعني نشتغل على الخيال اكتر. بس طب قول لي يا محمود، انت في رايك ادهم الشرقاوي بطل ولا مجرم؟ بص وانا مكون رايي برضو يعني نتيجه اللي انا سمعته كله، لان كان في بالمناسبه كان في اللوكيشن اللي احنا بنصور باحث شخصية أدهم الشرقاوي. أدهم الشرقاوي في رأيي شقي. بص مش عايز يعني مش عايز أقول مثال شقي، في حاجات طبعًا اتفقنا عليها إجراميًا، الراجل اللي هو قتله في السجن دي الرواية تقريبًا اللي كل الناس متفقين عليها بقى، دي الرواية ما فيهاش أي اختلاف. لكن باقي الروايات هتلاقي المشاهد معمول المشهد ومعمول الرواية اللي عكسها. فأدهم الشرقاوي ممكن يكون يعني مش يعني في ناس مثلا بيظهروا وقت الثورات والكلام ده كله هم جدعان ومش عارف ايه، بس ممكن يرتكبوا افعال اجراميه فيبقى مزيج. بالظبط. هو علشان سنه يعني هو بالنسبه له هدف سامي يعني. صح بالظبط. محمود انا اتمنى لك كل التوفيق، واتمنى ان انا اشوفك بقى في اعمال اكتر، وانا مش هقول اكبر لان انا اشوف انه عمل ادهم الشرقاوي ده عمل مهم جدا 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 جدا، اظنه هيفرق كتير في تاريخك في يوم من الايام كده بعد 20 سنه هتظل دايما فخور بيه باذن الله. كده كده يا رب باذن يا الله. شد حيلك يا محمود. حبيبي اشكرك جدا اشكرك جدا، ومش عاوز اعطلك لا عن السواقه ولا عن المشوار. أشكرك كل الشكر للفنان محمود طلعت بطل فيلم أدهم الشرقاوي. بصوا تابعوا الوثائقية كويس قوي قوي، ده نصيحة. أولا أنت هتستفيد كتير وهتستمتع كتير. مبروك مرة تانية لكل فريق العمل. تعال بقى نروح على حاجة من الحاجات الجميلة اللي بتحصل في بلدنا بشكل دائم ومنتظم ومستمر وعايزينها دايما تفضل مستمرة، هي معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية. ينطلق ديارنا يوم 23 فبراير لحد يوم 11 مارس المقبل. معانا على التليفون استاذة شيرين عاصم مستشارة وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، أهلا بيك يا فندم.
اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. ما الجديد في ديارنا هذا العام؟ ديارنا كل سنه بيتعمل، بتتعمل كذا مره بس بنحسب كل الدور، يعني بنحسبها بالسنه. دي الدوره 65 بتتعمل في كايرو فيستيفال سيتي، ومساحه المعرض 2800 متر. عندنا 400 عارض و20 محافظه مشاركه، وعندنا منتجات اكسسوارات ومفروشات منزليه، اضاءه، نحاس، خزف، خياميه، اخشاب، منتجات التلي، التطريز بتاع سانت كاترين وسيوه والصعيد، منتجات معموله من اعاده التدوير. هايل هايل هايل. السنه دي بنستضيف ضيوف مصر اللي هم اللاجئين من المفاوضات اللاجئيه من سوريا والسودان واثيوبيا واريتريا. عظيم. اتفضل. لا لا انا مع حضرتك يا فندم، بقول لحضرتك عظيم. اوكي. فاحنا المعرض ده الهدف منه ان احنا نخلق فرص تسويق للمنتجات. العارض بيبقى عامل منتج او بيروح مثلا لمنتج، هاخد مثال التلي اللي بيتعمل في اسيوط وسوهاج. التلي ده مش ناس كتير تعرفه، دايما يقولك ده صناعه، هو مش صناعه، هو حرفه. حرفه بتخش في مع الازياء بتاعه الستات اللي هي الحاجات الجاهزه، او واحده بتفصل في البيت مثلا حاجه وبتطعمها بالتلي، بتطعمها بكروشيه، بتطعمها بمنتجات شمال سينا من التطريز، تطريز سيوة. ان انا باخد الحاجه التراثيه اللي بتتعمل عندي من زمان قوي، بعمل لها لمحه عصريه بحيث ان السيده النهارده تقدر تلبسها وتنزل بيها. حلو. من هنا ده بنخلق تمكين اقتصادي. طبعا. العارض لما بيجي بيشترك في معرض واثنين وثلاثه، بيبتدي يبقى عنده زبون بيعرفه او بيعرف المنتج بتاعه، بياخد الكارت بتاعه، بيكلمه، بيفولو البيج بتاعته على الانستجرام والفيسبوك. فبالتالي العارض بيتخلق له قاعدة من العملاء. لما أنا بخلق له قاعدة من العملاء بيحصل عنده استدامة في الدخل. صح. فلما بيحصل استدامة أنا كده بعمل تمكين، فبالتالي أنا بعمل دفع لعجلة التنمية الاقتصادية في البلد. طب هنا برضو يجي سؤال، يعني هل أنا عندي عارضين منتظمين لو صح الكلام دايما مشاركين معانا؟ في نسبة منهم، يعني أنا كويس. عندي نسبة دايما بقسم المعرض لإيه؟ بقول أنا عندي مثلا، هنقول 100%، أنا عندي نسبة هتروح للجمعيات الأهلية اللي بتساعد الناس اللي ما يقدروش يشتركوا في المعارض، فعندي نسبة من الجمعيات باخدها. عندي نسبة من كبار السن اللي بيعملوا منتجات، في ناس كتير شاطرين كبروا وطلعوا على المعايش بس بيعملوا منتجات وبيعملوا حاجات حلوة قوي، دول معايا ليهم نسبة. ذوي الهمم ليهم نسبة كبيرة. الناس اللي عندهم تحديات في المرض دول ليهم نسبة. بعد كده ببتدي اخد العارضين بقسمهم اجزاء. عندي حرفي بيصنع الحتة بايده، وعندي حد بقول عليه وسيط اللي هو مثلا ممكن يكون ديزاينر، ممكن يكون حد عنده كرييتيف ثينكينج بيفكر بطريقه ابداعيه. فهنا لما بحط المصمم او المبدع ده مع الحرفي بيطلعوا حاجه حلوه قوي. طبعا الحرفي متمكن من الحرفه، يعني انا ممكن اخد الشال بتاع نقاده، اخد شالين مع بعض اعمل بيهم كارديجان او بونشو. مش لازم البسه شال، انا ممكن اعمله ستاره، انا ممكن افرده على الكرسي. وظيفة المنتج احنا بنساعد الحرفي انه يخلق وظيفة للمنتج. والله فكرة حلوة. ده بيعتمد انه اللي بيتعامل معاه ممكن يوظفها في ايه، يعني المشنة اللي كل الناس بيشوفوا فيها الخضار انت ممكن تقلبها وتحطها عندك في الساحل كحاجة متعلقة من السقف فيها لمبة. فهمت كده. اوكي فهمت عادي. فهمت. اذا احنا المعرض يبدا ان شاء الله يوم 23 لحد ان شاء الله يوم 11 مارس من 10 صباحا ل 10 مساء في كايرو فيستيفال سيتي. احنا محطوطين في خيمه جنب المول. ماشي. اتمنى من كل جمهور المصري انه يدعمنا ويدعم الناس اللي عندها صناعات متناهيه الصغر. مش كل الناس اللي عندي قادره تتسجل. الناس لما بتكبر شويه لما بيجي حد يشتري منها وبيعرفها وبيشغلها، ده بيساعد الناس دي انها تكبر وتتسجل وتبقى في تتحول من قطاع غير رسمي لقطاع غير رسمي، من اسره منتجه لبراند او لحد عنده سجل تجاري وبطاقه ضريبيه.
صحيح. أنا بشكرك مرة تانية أستاذة شيرين عاصم مستشارة وزير التضامن للتسويق والمعارض. أنا أشجعكم جدا تروحوا ديارنا بالمناسبة. خلوني أستأذنكم نروح فاصل ونرجع نكمل الكلام. دي منظومة جديدة بنتكلم عن بديل للسفر خارج مصر. كل الأجهزة موجودة، جهاز اللوكومات طبعا الجهاز مهم جدا اللي هو بيعيد الشخص تاني للمشي في حالة ما بعد إصابات الجلطات والسكتات الدماغية، كمان جهاز الإريجو اللي هو بيساعد المريض على أنه يقف، جهاز السميل اللي بيساعد المريض على أنه يتحرك ومحاكاة لليوم العادي، استشفاء كامل عن طريق وحدة العلاج المائي والأكوا، وحدة إصابات الملاعب عن طريق جهاز الألتراجي والتمرين ضد الجاذبية وعدم التحميل على المفاصل، جهاز الإنديبا والهاي باور ليزر والشوك ويف اللي هي السيطرة على الألم مباشرة، ألم المفاصل والعظام والعمود الفقري، منظومة متكاملة من العلاج الطبيعي والتأهيل. طبعا العلاج الطبيعي ده شيء أساسي في الرياضة المصرية. كان عندنا مشكلة زمان التأهيل بعد الإصابات، كنا دايما متعودين على سفر لألمانيا وبلتانيا، وكانش في ثقة في العلاج المصري، وكان التشخيص من أهم شيء لموضوع العلاج الطبيعي. وكان في فترات كتيره جدا كان كل لعيبه مصر على مستوى الالعاب بيروحوا على المانيا، وبعد كده بقت الفتره الاخيره سباير في قطر. عندنا كليه علاج طبيعي، وفي مستشفى العلاج الطبيعي اللي موجوده في اول مستشفى علاج طبيعي كانت في استاد القاهره، كان ليها دور كبير جدا في علاج لعيبه، والكليه النهارده افرزت ناس كتير جدا من خلال الخبره والعلم والدراسه، نقدر ان احنا نكون لعيبتنا موجودين هنا من خلال العلاج المناسب ليهم. المركز يخدم المجال الرياضي تقريبا 60% من هذا يخدم المجال الرياضي. فبنشكر طبعا نحن لا نستغنى عن دعم وزارة الشباب والرياضة في دعمها الكامل للمركز. واحدة من أهم المنشآت اللي بنستضيفها خلال الفترة الحالية وبتكتمل بيها ومعاها منظومة كبيرة جدا بتشتغل عليها الوزارة بقالها دلوقتي أكتر من سنتين، هي منظومة الطب الرياضي اللي بتشمل كل مستشفيات الطب الرياضي والمراكز الطبية المتخصصة في كل محافظات مصر. بنتكلم عن المركز اللي بنفتتحه النهاردة إن شاء الله تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، هو أحد أهم المراكز المتخصصة في بعض الأقسام الهامة جدا اللي قد تكون مش متوفرة في مصر خلال الفترة الماضية، وبالتالي أنت بتوفر على الأندية والاتحادات واللاعبين المحترفين قصة بقى التكاليف المجهزة ان هو للعلاج او لتلقي التأهيل الطبي خارج مصر. في عشرات الاقسام اللي موجودة في المركز الطبي زوام للتأهيل الطبي والرياضي، ان شاء الله بإذن الله يستفيد منها كل الرياضيين، وهو بالمناسبة هو مش مفتوح للرياضيين بس رغم ان هو مخصص لده، لكن مفتوح لكل المواطنين، فبيمثل ان شاء الله اضافة كبيرة للمنظومة الرياضية المصرية. طبعا بذلنا كل مجهودنا ورحنا كذا حتة في اوروبا عشان نعمل ده، يعني نشجع النوادي، كل الاصابات، اللعيبة، كل الحاجات ان تبقى عندنا. طبعا يعني يبقى مساعدة من وزارة الشباب والرياضة ان احنا نتكاتف مع بعض وان احنا نعمل ده بدل الناس ما تسافر بره، فاحنا جبنا ده هنا ان شاء الله في مصر. الطب الرياضي من زمان قوي كان مجرد فرع من فروع صغيرة جدا اللي هي مجرد واحد بيقع في الملعب يقومه والكلام ده كله. النهاردة الدنيا بقت علم وعلم قوي جدا، بقى مثلا حوالي 16 فرع بتتعامل مع بني آدم سليم، وبالتالي بترفع لياقته البدنية، بترفع لياقته النفسية، لياقته الصحية، بتقيس له قياسات، بتعمل له تغذية سليمة، بتقيس له كل حاجة بالنسبة له ماشي. والنهاردة كنا بنقول دايما اني هل البطل يولد بطلا ام بيصنع هذا البطل. النهاردة مع وجود العلم الحديث قد توجد الموهبة، ولكن عشان تصقل هذه الموهبة لابد من وجود العلم، واللي بيقوم بهذا الدور بصراحة هو الطب الرياضي. دي حاجة حلوة جدا. طيب بص بقى شوية رياضة. منتخب مصر التعادل سلبية 0-0 أمام نظيره المنتخب الموزمبيقي
في المباراة اللي جمعت ما بين المنتخبين الشابين في استاد القاهرة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية للشباب واللي بتستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير النهاردة يعني لحد يوم 11 مارس. طيب تيجي انت تقول لي أصل التعادل السلبي ده بيبقى، بص يا عم أنا أفهم حاجة مهمة. واحد، أنا أحب جدا إن احنا ندعم الفرق الرياضية بتاعتنا طول الوقت، وعايزك بجد وانت بتفكر كده انك تبقى حاطط نفسك مكان الناس اللي بتلعب، لانه اللي بيلعب ده يقولك طب ما هو مش وارد ان احنا كان ممكن مثلا نتغلب، طيب هو انتوا ليه مش بتساندونا ولا ترفعوا من روحنا المعنوية. انا عايز اي حد فينا بيشجع الكورة بيشجع اي رياضة في الدنيا يفكر برضو في الفرقة اللي بتلعب او الفريق او اللاعب الفردي اللي بيقوم بالمباراة. شجع بس الفرقة كويس او شجع اللاعب بالمظبوط، وان اخطأ قبل ان نوجه السهام نحلل يعني بالهداوة واحدة واحدة. بقول الكلام ده الحقيقة بدون أي مناسبة، يعني أنا ما شفتش إنه في شيء ما هجوم على الفرقة ولا حاجة، أنا بقول ده في المطلق علشان أنا عارفنا، والله بتكلم بجد أنا عارفنا فتاتا تاتا. تعال بقى نروح على الشرقية للهوكي. فرقة الشرقية الحقيقة طول عمرهم بيعملوا ملاحم فيما يتعلق بلعبة الهوكي، الكلام ده من وانا مثلا في ثانوي، فيجي يقول لك النادي بتاع الشرقيه مش عارف فاز في بطوله ايه وعم طول الوقت، وطول الوقت بقعد اسال نفسي بالذات بالمناسبه انه اشمعنى الشرقيه تحديدا هم اللي متفوقين بهذا القدر في هذه اللعبه. معانا على التليفون كابتن خالد بيومي رئيس البعثه وعضو مجلس اداره وامين صندوق النادي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بس اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ تحياتي لحضرتك ولكل مستمعينك الكرام، ومليون مبروك لمصر العزيزه الغاليه. مليون مبروك لكل اهل الشرقيه الكرام. الف مليون مبروك. انا دايما الحقيقه بص، هو طبعا حضراتكم في الشرقيه دايما عندكم ملاحم فيما يتعلق بالهوكي، وانا دايما اقعد اسال اشمعنى الهوكي، وبعد كده هنسال اشمعنى الشرقيه، وان كان يعني مش ده مش قليل عليكم، بالعكس انتوا تستاهلوا اكتر من كده. انت حضرتك لخصت الكلام في كلمه ملحمه، وهي فعلا ملحمه. يعني لو تشوف ان فرقه الشرقيه كانت بعيده جدا عن انها تنافس على البطوله المره دي، ولكن حقيقه يعني بقول لحضرتك وبين اللي حضرتك ان فعلا كان الولاد في قمه الالتزام، يعني كانت بعثه منضبطه بشكل غير عادي، ويمكن هو ده كان يعني بنسبه 100% اللي من خلاله حققوا البطوله 26 وفرحوا مصر وفرحوا الشرقوه كلهم. احنا بنهدي يعني كل الشكر لفخامه السيد رئيس جمهوريه مصر العربيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه واهتمامه بالرياضه والرياضيين، واهتمامه ده اتنقل يعني الى السيد معالي وزير الشباب والرياضه استاذ الدكتور اشرف صبحي، اللي بصراحه لم يتوانى لحظه في دعم فريق الشرقيه للهوكي رجال ودعم فريق الزمالك. كان نفسنا يبقى النهائي مصري خالص، كان نفسنا يبقى الزمالك معانا في النهائي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الشرقيه كانوا على قدر المسؤوليه، ولاعيبه وجهاز فني وجهاز اداري وجهاز طبي، وفعلا البعثه كان فيها يعني انضباط غير عادي. خدنا اوتيل بعيد عن يعني بعيد عن الضوضاء واي حاجه، وخدنا اللعيبه وعملنا معسكر داخل الفندق، كان فيه التزام غير عادي. شباب صاعد واعد، فيهم دكتور الاسنان وفيهم المهندس، يعني شباب يفرح. هم دول فعلا شباب مصر اللي امل مصر للسيد الرئيس بيعول عليهم في كل نقط يعني حياتهم. هم دول الولاد اللي باذن الله هيقودوا مصر، يقودوا الرياضه. يعني انا مش عايز اقول لك انا فخور بيهم قد ايه. انا كنت رئيس البعثه، ويعني كان قمه الالتزام وقمه يعني التزام الولاد في النوم والصحيان، ونزولهم المطعم ونزولهم التدريبات، قد ايه كانوا حريصين على انهم يعملوا ملحمة. أنا باخد من كلام حضرتك لأن كلمة ملحمة دي وأنت حضرتك بتقولها وأنا شايفها قدام عيني فعلا من أول يوم جينا في كينيا نيروبي،
وانا شايف يعني الولاد على قدر المسؤوليه وهم فعلا يستحقوا يكونوا فعلا على منصه التتويج للبطوله. بنشكر طبعا معالي المحافظ الدكتور ممدوح غراب على اهتمامه بالرياضه والرياضيين واهتمامه بنادي الشرقيه. الدكتور اشرف صبحي عمل ما لم يعني لم يتوانى ولم يتاخر علينا في اي شيء. الدكتور محمود عبد العظيم وكيل مديريه شباب الرياضه، يعني حقيقي كل الناس اعضاء مجلس الشعب والشورى، لو تشوف حضرتك يوم الجمعه اللي كانوا بيودعوا فيه البعثه قبل ما يسافروا، تشوف النادي الشرقيه فيه اكثر مثلا من اقول لك ايه مثلا حوالي 10,000 شخصيه ما بين تنفيذي وسياسي ومسؤولين، يعني حاجه تفرح. وفعلا يعني شحنوا بطاريات الولاد، وفعلا الولاد كانوا على قدر المسؤوليه وعلى قدر هذا الوداع الفخم اللي كان يليق بيهم. فعلا ولادنا شرفونا، وفعلا النهارده لو حضرتك تشوف الملعب وتشوف الملعب واحنا بعد ما خلصنا المباراه ملعبنا 6 مباريات في 7 ايام، وده عدد يعني عايز اقول لحضرتك في جو صعب جدا مع افارقه يعني متعودين على الجو دون. طبعا عايز اقول لحضرتك برضو ان البطوله دي لاول مره يحصل ان يحصل فيها 12 يعني يوصل فيها 12 فريق، يعني ده برضو رقم ما حصلش قبل كده في البطولات، نظرا لان كينيا في وسط افريقيا وقريبه من بلاد كتير جمع 12 فريق. الحمد لله الولاد اول 4 مباريات فوز متتالي، كان في يعني كان في مباراه يعني عشان فرق الاهداف مع الفريق بتاع يعني بتاع كينيا قدرنا ان احنا نكسب في الماتش ده 11-0 عشان نعوض فرق الاهداف، والحمد لله صعدنا فرق 2 ولعبنا المباراه بتاعت النهارده على المركز الاول مع فريق منظم جدا، فريق لياقته البدنيه عاليه، فريق عنده سرعات، الحمد لله كسبنا 4-2 حققنا النصر في ظروف صعبه جدا جدا جدا. بشكر معالي السفير المصري في كينيا اللي برضه يعني الراجل كان بيستقبلنا على سلم الطياره من اول وصلنا احنا وبعثه الزمالك، عزمنا على العشاء في بيته الفخم، يعني كان هذه الزياره وهذه الدعوه كان لها مفعول السحر عند اللعيبه وعند الجهاز الاداري وعند الجهاز الطبي. طبعا عزمنا احنا وفريق الزمالك، ومش عايز اقول لحضرتك كان يوم الولاد اللي هو كان يوم الفري بتاع البطوله، يعني اللي هو كان 4 ايام من ساعه ما وصلنا 4 ايام ماتشات وبعدين في يوم فري وبعدين نكمل بعد كده. اليوم الفري ده كان لكل الفرق، كان معانا الزمالك، وبصراحه يعني يعني كان يوم يعني ادى مفعول السحر عند معنويا وعند عند اللاعبين وعند الاجهزه الطبيه والاجهزه الفنيه للفرق. يعني بنشكره برضو بنشكره وبنقول لسياده الرئيس فعلا خير سفير، يعني سيادتك هذا الرجل خير سفير لمصر، يعني دي حاجه حلوه دي والبي اللي هو السفير المصري في كينيا، دي حاجه جميله. طب واليوم الفري عملته فيه ايه يا كابتن خالد؟ يا فندم اليوم الفري عملته فيه ايه وانتوا هناك؟ انا اسمع عن يعني كينيا دي انها مكان ساحر، يعني يا فندم اسمع انه كينيا مكان ساحر، مكان خلاب، مكان جميل. فعلا هي بلد، فعلا هي بلد انا اول مره يمكن بزورها، فعلا بلد يعني الطبيعه بتاعت البلد على الرغم من درجه الحراره مثلا 30 ولكن اعتقد ان الرطوبه مش عاليه قوي، لكن جوها جو جميل فعلا زي ما حضرتك بتقول، بلد هاديه، ملتزمين برضه حتى في يعني مشوارنا من الاوتيل لحد الملعب، الزحمه معقوله، زحمه العربيات او كده على الرغم ان ما فيهاش يعني ما فيهاش عساكر ولا مرور ولا كده، لكن الناس منضبطه جدا وملتزمين. فعلا استمتعنا بايام البعثه هنا، وجو كينيا ساعدنا على تحقيق البطوله، ان فعلا كنا مركزين قوي وكنا واللعيبه كانت حاطه قدامها هدف هو رفع علم مصر خفاق في كينيا وتحقيق البطوله 26
يعني مواصله الانجازات فريق الشرقيه عشان حضرتك برضه تبقى عارف. أيوة. محقق 26 بطوله من اصل 33 بطوله، في 10 بطولات متتاليه. اول بطوله كانت سنه 88، عندنا يعني فريق الشرقيه ده هو العصب لمنتخب مصر. صحيح. عندنا لاعبين، يعني انا عندي موكشا النهارده بيخدم معانا البطوله وهينزل ترانزيت القاهره ويطلع على فرنسا. فادي الولاد اللي زي الورد، ادي الولاد اللي يشرفوا. صحيح. يعني ادي الولاد اللي يفرحوا قلبك ان دول يعني شباب مصر الصاعد اللي بيران عليهم السيد الرئيس في المرحله القادمه، هم دول اللي فعلا اللي ممكن يقودوا مصر في المرحله اللي جايه. الفريق حصل على وسام الجمهوريه من الدرجه الاولى مرتين سنه 95 وسنه 2008 من رئاسه الجمهوريه. احنا بنهدي الكاس دي لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنقول يا ريس دي اقل حاجه نقدمها من شعب الشرقيه الشعب الطيب، ومن مجلس اداره نادي الشرقيه ورئيس مجلس اداره نادي الشرقيه نقدمها لسيادتك على اللي احنا شايفينه بعينينا من انجازات بتتحقق على ارض الواقع. يعني يفتخر بيها يعني كل مصري وكل عربي. احنا مفيش خلاف، نادي الشرقيه الحقيقه طول عمره ليه تاريخ مهم جدا في رياضه الهوكي يا كابتن خالد، وانجازات نادي الشرقيه انجازات الحقيقه طول الوقت مضيئه تحديدا في هذه الرياضه. انا بشكرك جدا كابتن خالد بيومي رئيس البعثه وعضو مجلس اداره وامين صندوق النادي، الف مبروك لنادي الشرقيه فوزه رقم 26 ببطوله افريقيا، حاجه الحقيقه تشرف بصراحه. طيب تعالوا نروح على تقرير أنا أعتقده مهم جدا. وزير التنمية المحلية ست اللواء هشام أمنة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدأوا يعملوا زي ما تقول كده إيه، جولة لتفقد المشروعات التنموية في البحيرة. بالك إنه معالي الوزير تحديدا معالي الوزير هشام أمنة كان محافظ للبحيرة قبل أن يتولى مهامه كوزيرا للتنمية المحلية، وباعتبار أن ليه أصدقاء بحر وكتير فهو الحقيقة رجل محبوب جدا هناك في المحافظة جدا وعارف المحافظة كويس. طيب من ضمن ما تم تفقده هو معرض أيادي مصر، وبعدين بدأوا يشوفوا السيارات بتاعة الأشجار اللي هي خاصة بمبادرة المليون شجرة، وبعدين بدأوا يطلعوا على معرض السلع الغذائية أهلا رمضان في دمنهور عاصمة البحيرة. عايز تشوف؟ تعال نشوف التقرير وبعدين نروح للفاصل ثم نكمل الكلام. كل يوم بناخد تعليمات في رئاسة الوزراء من دولة رئيس الوزراء على ازاي نتعامل على انجاح هذه المبادرة، والمبادرة موجودة تحت اشراف مؤسسة حياة كريمة ووزارة التنمية المحلية بتساهم في ده بقوة، وهي المشرفة على كل الاعمال اللي بتتم ونسب التنفيذ وما شابه. ولكن عايز اقول ان حجم عمل كبير بيتم جوه محافظة البحيرة بالتحديد، لان في هنا 6 مراكز من المحافظة بنشتغل عليهم. اكبر محافظة على مستوى الجمهورية خدت مراكز في حياة كريمة، فخلينا نقول ان حياة كريمة في محافظة البحيرة وفرت لأكثر من نص شعب البحيرة اللي هو طلبه من منشآت ومؤسسات. ومن أهم الحاجات اللي موجودة في المبادرة دي برضو المدارس، اللي هو معالي وزير التعليم أنا عايز أقول أنشأ مجموعة كبيرة جدا من المدارس في خلال الأربع سنوات اللي فاتت دي. احنا بنقول المحافظة تعمل فيها أكثر من 400 مدرسة بما فيهم مدارس مبادرة حياة كريمة، فحجم العمل بنقول والكثافة في الفصول نزل من 70 لدلوقتي ال 30 وال 35، فطبعا حاجة محترمة جدا على مستوى المحافظة. احنا بنعرض مجموعة من الحاصلات الزراعية
بأسعار من أقل من الأسعار الجملة بنسبة من 20% لـ25% لبنود البقوليات، العدس والفول والترمس والحمص والفول البلدي والفول المجروش، وإن شاء الله هذه النوعيات موجودة في دمنهور وعندنا معرض في حوش عيسى. مؤسسة حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة هي الحماية الاجتماعية اللي موجودة للمجتمع، لطبقة من المجتمع. احنا كمان حريصين في هذه المدارس تبقى بجودة عالية، والأبنية معانا التعليمية موجودين، واحنا نفذنا كل ما يطلب مننا لمبادرة حياة كريمة من ناحية المدارس، نفذنا بنسبة 95%. الحاجة التانية كمان المعلمين اللي موجودين في هذه المدارس والتدريبات اللي موجودة لهم، الكثافات بقت في الكثافات لا تتعدى تقريبا 35. احنا بنشترك في القسم النهاردة بجميع منتجات الألبان خاصة بالألبان، معظم المنتجات عندنا كلها لبن طبيعي من خاصة بمزرعة المدرسة. من بداية الاستلام اللبن عندنا جهاز موجود عندنا هنا، جهاز أكوا ميلك، بيديني تحليل تفصيلي عن المكونات اللبن كلها قبل ما ادخله التصنيع، بخش على مراحل التصنيع كلها من جهاز بسطرة وتجنيس، وعندنا جهاز ترشيح فائق موجود عندنا بيطلع لنا منتج كامل ما فيش اي اضافات خارجيه من الخارج، كلها معظمها من لبن طبيعي كامل الدسم. اهلا 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 بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ انا بظن ان كل بني ادم من حقه يبقى له هوايه او مجموعه هوايات، وانا من ضمن الهوايات بتاعتي ان انا اقعد اتابع اخبار العلم والعلماء وحاجات زي كده. وقعدت جزء من حياتي ما هوش قصير على الاطلاق، مش اقل من 4 سنين بتابع ميكانيكا الكم والفيزياء النظريه وحاجات زي كده. ده مش معناه ان انا متخصص فيها، متابعه. الجديد دلوقتي ان العالم كله على ما اظن عارف يجي يقول لك ايه، من له ناقه وجمل ومن لا ناقه له ولا جمل، يتابع ما يحدث في علم اسمه روبوتكس او الروبوتات، الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي وادواته وتطبيقاته. احنا عندنا في جامعه القاهره هنعمل كليه او بدانا نعمل كليه جديده في اطار التاهيل للمستقبل، احتياجات مش بس مصر، احتياجات العالم، متطلبات الثورات التكنولوجية والصناعية الجديدة. معنا داخل الاستوديو دكتور رضا عبد الوهاب الخريبي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة. منور يا فندم. اهلا ازاي الصحة؟ الحمد لله تمام. وانا الحقيقة مش عايز اخفيكم امر، لانه لا اعتقد سرا، انا خرجت بره الاستوديو راجع لقيت دكتور رضا موجود، خدت بعضي جري علشان اروح اسلم عليه. ودكتور رضا من تواضعه او تواضع العلماء بشكل عام الام وقف لشخص المتواضع انا علشان يعني حاجه العالم نجري عليه مش يقف يعني، وده مهم بالمناسبه يعني علم مخ يعني افاده للانسانيه والبشريه. ارحب بحضرتك مره كمان وابدي سعادتي وتشرفي. الله يخليك. العالم على ما يبدو أصبح بيخطو خطوات شديدة السرعة والاتساع في مجال الروبوتكس والذكاء الاصطناعي. فيمكن خلال شهور قليلة ماضية يمكن الموجة كانت عالية جدا أظن من نوفمبر اللي فات مع ظهور تشات جي بي تي، إلا أنه لقيت أنه في كم أدوات وتطبيقات ذكاء اصطناعي تفوق تصوراتي. أنا مثلا أنا حاولت أجمع طلعت لي 30-40 تول. إيه اللي بيحصل في العالم في هذا المجال؟ هو طبعا يعني بعد ثورة الإلكترونيات والاتصالات وظهور الحواسب والكمبيوتر، من الناحية التكنولوجية كان في يعني تسارع في اتجاهين، سعة الذاكرة وسرعة أداء البروسيسور يعني. وطبعا ابتدت البرمجيات تدخل في مجالات متعدده في الحياه اللي هي اللي احنا بنسميها التحول الرقمي يعني او كده. مع زياده السرعه وزياده سعه الذاكره اصبح من الممكن عمل خوارزميات
صعبة. يعني كانت مثلا في السابق بتاخد وقت طويل جدا وكان مستبعد انها تشتغل. ففي افكار كانت موجودة تم بنائها وبني عليها افكار اخرى وبالتالي زادت سرعة التطور بشكل كبير مع زيادة السرعة وتقليل حجم الحاسب وزيادة حجم الذاكرة. ده بصفة عامة يعني. طبعا تطبيقات الكمبيوتر بصفة عامة لما انتشرت في كل مجالات الحياة وظهرت الانترنت بقى في حاجة بنسميها الأوبن سورس. الأوبن سورس ده يعني ان كل العقول اللي موجودة في العالم تقدر تشارك في انها تطلع منتج يعني حاسوب. فمثلا في مجال تعلم الآلة اللي هو الماشين ليرنينج اللي هو الأساسي جميع البرمجيات مفتوحة لكل المشاركين على مستوى العالم. فبالتالي انت بتتكلم على اللي هو بنسميه الكولابريتيف ايفورت يعني جهد جماعي بيسرع من التطور. طبعا شركة زي شركة جوجل دي المفروض احنا نعرف عنها ان هي عبارة عن شركة كانت بتعمل سيرش انجن محرك بحث. طبعا في البداية خالص ابتدوا يتكلموا على محرك البحث الذكي، ثم طبعا عشان يعملوا يخلوا محرك البحث ده يبقى ذكي لازم يفهم لغة طبيعية. فده سرع البحث في المجال ده. الشركة نفسها ابتدت يمكن هي من اوائل الشركات اللي هي فيها بروجرامرز من بعد، يعني كلهم مش موجودين في مكان واحد، من على مستوى العالم كله. فطبعا ده ساعد في سرعه التطور. ده طبعا عكس الانغلاق، انك انت مكان معين بيقوم ببحث مغلق، ده طبعا ده بيبقى تطوره هيبقى اكيد اقل يعني. فهنا الفضل كله بيرجع للتعاون، الجهد التشاركي، الجهد التشاركي على مستوى العالم، بالاضافه طبعا لزياده سرعه الحواسب وصغر حجمها وزياده سرعه سعه التخزين. طيب بيبقى من المفهوم انه العلم بيتطور لخدمه الانسانيه. اكيد. هل العلم تطور في مجالات الذكاء الاصطناعي بما قد يهدد الإنسانية بشكل أو بآخر؟ بقول الكلام ده علشان الحديث حول تطورات الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى أنه بعض الناس هيبقى في عدم احتياج لوجودهم خلاص، يعني احنا هنستخدم هذه الأدوات وهذه التطبيقات اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي ولن نحتاج لهذه الوظائف انه يقوم بها البني ادم مره تانية. انا هستاذن انه الاجابه دي ناخدها بعد الفاصل. اهلا اهلا بحضراتكم وكل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور رضا عبد الوهاب الخريبي عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه القاهره. هل فعلا الذكاء الاصطناعي ممكن يقعد الناس في البيت او بعض الناس في البيت او ينهي وظائف؟ هو عموما اي تطور تكنولوجي بصفه عامه بيقفل وظائف، بس برضه بيفتح وظائف اخرى يعني، وده شيء طبيعي يعني. مثلا الانسان في بدايه العصر الحجري والكلام ده كان بيعمل كل حاجه بنفسه، بيشيل يعني يقوم بجميع المهام الجسديه بنفسه، لذلك كان عنده بنيه جسديه قويه. مع مرور الوقت ابتدى يخترع الاله، يعني عندنا قدماء المصريين مثلا ما شاء الله يعني بنوا الاهرامات والمسلات والكلام ده باستخدام الات. اكيد طبعا ما شالوش اكيد مش على ظهرهم يعني. مع مرور الوقت طبعا بيختفي بقى دور يعني اللي هو كان بيشتغل حمال وشيال ومش عارف وكلام زي كده، لان الالات بتقدر تشيل وتعمل الكلام ده. عمال المصانع ما خلاص يعني ما بيقوش بيقوموا بنفس المجهود القديم اللي كان في السابق. فبالتصور ده هنلاقي الذكاء الاصطناعي نفس الحاجه يعني. هو طبعا بيدي رفاهيه للانسان بحيث ان هو ما يشتغلش في الحاجات اللي هي فيها مجهود او كده،
ولكن الإنسان بطبيعته هو خلقة ربنا بقى أنه هو كائن متطور. متطور يعني دايما ما عندوش سقف للطموحات. ربما احنا ما نقدرش نتصور اللي هيحصل بعد كده دلوقتي، لأن الأجيال اللي جاية هتبقى هتلاقي أسقف أخرى أو هترفع السقف بتاع التطور، ويعني ده لا شك أنا متأكد من ذلك يعني. فهو طبعا في بعض الدراسات بتقول في حاجات هتتقفل وفي تاسكس تانية أو في مهام تانية هيقوم بها الإنسان أكثر تطورا يعني. حلو جدا. هنا بتيجي أهمية أن احنا يبقى في عندنا كليات لتدريس هذه العلوم الجديدة. طبعا بطبيعة الحال طبعا، وده يعني نقدر نقول يعني الأمل في مصر. يعني مصر تعودت أنها تبقى مواكبة للحضارات للتحضر وبتقود العالم في مراحل كثيرة من الزمن. فيعني أنا شايف أن ده شيء ضروري بالنسبة لنا احنا كمصر يعني. الكلية الجديدة هتفتح هتبدأ لسه هتبدأ بقى مع العام الدراسي القادم اللي هو 23-24؟ يعني نأمل ذلك طبعا. هي الكلية كلية الروبوتات والتطبيقات الذكاء الاصطناعي دي تبع فرع القاهرة جامعة القاهرة الدولي. يعني جامعة القاهرة الدولية الشيخ زايد اللي هي في الشيخ زايد. يعني هيتم افتتاح الفرع الدولي، ومن أوائل الكليات يعني من أوائل ثلاث كليات هيتم افتتاحهم هيبقى كلية الروبوتات والتطبيقات الذكاء الاصطناعي. عظيم. تمام. الكلية نقدر نقول إنها بتعتني بالدراسات البينية اللي هي مرتبطة بالروبوت والذكاء الاصطناعي. يعني هي نقدر نقول هي طبعا كلية دراسات عليا، يعني اللي هيدخلها هيبقى حاصل على بكالوريوس طبعا في التخصصات الايه المعنية بالروبوت والذكاء الاصطناعي، اللي هي هندسة الهندسة عموما، يعني الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربية، الاتصالات، الحاسبات والمعلومات. ويمكن وهناك طبعا لما الكلية هتتوسع بعد كده هيبتدي يدخل فيها تطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، المجالات الطبية، المجالات الزراعية، الصناعية وهكذا. عظيم جدا. فيعني هتبقى واحنا يعني كنا قلنا انها تبقى بوست جراديوت دراسات عليا على اساس انها تبقى منتجه، يعني بيبقى الطالب بيتعلم الاساسيات وجاي يكمل دراسات عندنا في الكليه. وهنحاول نعمل شراكات مع الصناعه سواء في مصر او في العالم عشان البحث بتاعي يبقى بحث تطبيقي. عشان البحث يبقى بحث تطبيقي طبعا. ده اعلى انواع البحوث عموما هي بيسموها ار اند دي، ريسيرش اند ديفلوبمنت. فده الهدف يعني. يعني احنا هنشتغل على انه الدراسات العليا او الابحاث اللي هتتعمل داخل هذه الكليه تبقى مبنيه على فكره التطبيق بالشراكه مع القطاعات الصناعيه والتكنولوجيه العامله داخل مصر. داخل مصر وفي العالم وبره مصر. وبره مصر. هنا يا دكتور هفكر مع حضرتك بصوت عالي، انا بعمل ده علشان اغطي احتياجات محليه لدي، ولا بعمل ده وانا باصص بالجلوبال فيجن، نظره اكثر شموليه للمنطقه والعالم؟ يعني هو في تجارب لامم يعني يمكن سبقتنا شويه سنه في مجال التكنولوجيا زي النمو دول النمور الاسيويه والصين. احنا بنستشرف التجارب بتاعتهم في ان احنا بتعمل صناعه معينه او يعني بتنمي صناعتك المحليه وبتدفع بيها لانها تبقى منافس للخارج بالفكر بقى اللي هو الحديث يعني. هل هعمل تشاركات بحثيه ما بيني وما بين معاهد وكليات مناظره بره مصر؟ ما هو الفرع الدولي عموما يعني قايم على كده. قايم على كده. احنا بروتوكولات التعاون بتاعتنا ممكن تبقى مع مين؟ يعني بدأنا في نسج بروتوكولات مع مين؟
في بقى في جامعات في كندا، في امريكا، في الصين، يعني دي تارجتس احنا هنوصل لها طبعا، بالاضافه لان في عندنا من خريج جامعه القاهره اساتذه في هذه الجامعات، هيبقوا هم همزه الوصل ما بيننا وما بين الجامعات دي. يعني مش انا اللي هفتي في ذلك، حضرتك سيدي العارفين، جزء من ترتيب الجامعات على المستوى الدولي بيبقى قائم كمان على فكره النشر العلمي. احنا هنبدا في هذه الكليه نشتغل على طول على زي ما يتقال كده النشر اول باول، يعني نحاول قدر الامكان ان احنا ندفع بابحاثنا لتنشر في كبريات المطبوعات. طبعا، وده اتجاه واخداه جامعه القاهره ومعظم الجامعات المصريه حتى على المستوى المحلي. يعني النهارده ما فيش حد بيعرف ياخد ماجستير او دكتوراه من غير ما يعمل نشر في مجلات علميه مرموقه. نفس الشيء بالنسبه لترقيه اعضاء التدريس من مدرس لاستاذ مساعد لاستاذ. بس بقى الجديد بالنسبه لكليه الروبوتات ان احنا بنتكلم على ابحاث تطبيقيه. يعني تنشر وتطبق تحصل على الواقع. وده يعني دي كانت ممكن نعتبرها كانت الحلقه المفقوده شويه في على مستوى الجامعات المصريه، يعني تعتبر من الحلقات اللي احنا عايزين نتحرك فيه. ده من شأنه ان هو يطور الصناعه والتكنولوجيا في مصر جدا. بالتأكيد. ودايما لما الواحد بيطبق الحاجه بشكل عملي بيحفز التطور اكتر من ان انا ابص عليها نظري. يعني انا لو بصيت او درست الحاجه بشكل نظري يا دوب هعرف هي بتشتغل ازاي او ماشيه ازاي. انما لو طبقتها ده بيدي دافع لان انا اطور، افكر في اتجاهات جديده، فبالتالي بعمل ما يسمى بالاختراع. انا بخترع حلول من خارج الصندوق زي ما بيقولوا. يعني مره اتفرجت على مصنع لشركه لصناعه السيارات شهيره جدا في الدنيا وفي العالم، ليهم مصنع في امريكا، وفوجئت بان هذا المصنع يعمل كله روبوتس. العنصر البشري فيه يراقب الشاشات ليس إلا. هل أنا ممكن أوصل لده عندنا؟ هو طبعا استخدام الروبوت في الصناعة ده من أقدم المجالات اللي صحيح تم تطبيق فيها الروبوتات، يعني من قديم الأزل. وطبعا ده بيبدأ بأن أنا بتكلم على مثلا حاجة زي العربية. العربية دي طبعا عبارة عن منتج صناعي معقد، يعني في تفاصيل يجي ألف كتير مكون جواه. في تفاصيل كتير، فده اللي خلى الناس، ما عشان كده بنقول ان التطبيق بيبقى الاساس بتاع التطور. بدون التطبيق ببقى بعيد عن التطور ده. فاعتقد من الممكن ومش لازم نمشي بشكل نمطي زي يعني في مجالات اخرى كتيره اكثر اتساعا فالمجال يعني سوف يفتح، لان انت لما تتكلم على صناعه مكلفه وفي شركات منافسه بيبقى في شويه صعوبه في انك انت توصل لدرجه التنافس من الصفر. يعني انما ينفع تلحق ده بس بعد اما تدخل في مجالات صناعيه موازيه يعني اخرى. هي مش بس حديثة. كمان اظن مش بس الصناعيه في الشكل المباشر للصناعي، لو احنا بنتكلم على ذكاء اصطناعي واستخداماته وتطبيقاته، ما انا ممكن استخدمه حتى كاداه من ادوات التحليل الاقتصادي والتوقع بتاع اسعار عملات. صحيح. او عملات رقميه او اسهم او وهكذا. يعني في 5000 حاجه اقدر استخدمه فيه. لا، هو حتى في مجال السيارات نفسها احنا عندنا مثلا يعني بتعاملي مع ناس في بعض محافظات مصر والقاهره، في عندنا ناس فيري بروفيشنال في ميكانيكا السيارات. يعني عندنا ناس عندها المقدره انها تفك السياره حته وتركبها وتوصل الاعطال. ربما لو بس هي محتاجه راس مال بقى طبعا. لو اتفتح بيزنس مثلا لصناعات عربيات والناس دي دخلت فيه نوصل لحاجه. طب دلوقتي
يمكن ده يبقى آخر سؤال أنا جاي في بالي ومحتاج أسأل. هل القطاع الصناعي في مصر، القطاع الصناعي الخاص، متحمس لده، مستعد لهذا التعاون، ولا واخد خطوة لورا لسه بيراقب الموقف؟ هو يعني دايما الصناعة والأكاديمية أو الناحية الأكاديمية والناحية الصناعية بيبقى فيه طبعا عشان يتعاونوا مع بعض، دايما بيبقى القطاع الخاص بيبقى يعني زي ما حضرتك قلت كده مترقب. بس وانس ان حصل قصه نجاح، يعني شراكه مثلا مع احد الشركات وادت الى حاجه ناجحه ومؤثره، هتخلي الدنيا تمشي. طب ليه الصناعيين بره اكثر تقدميه من الصناعيين بتوعنا؟ يعني هو تحس ان هو اللي بيجري ورا البحث العلمي مش العكس. هو اصل الموديل بره كان يعني كان يعني مثلا في حاجه زي امريكا، هناك ما فيش حاجه اسمها ماجستير ودكتوراه من غير ما بيكون في فند، يعني طبعا ممول ببحث. وهم عندهم بيقولوا ايه مثلا، احنا لو عندي 1000 بحث مش منتظر يطلع منهم حاجه مفيده قوي غير مثلا 10 ولا حاجه. يعني مش لازم كله فكل العوامل دي بتخلي الناس اولا بتندفع او يعني بتحرص على انها تعمل شراكات مع الشركات وتجيب ابحاث. بس دي بقت ثقافه، يعني مع مرور الوقت اصبحت ثقافه. الشركه عارفه ان تطوير او الصرف على الابحاث هيفيدها في تطوير منتجاتها طبعا. اوتوماتيك على طول بتجري هتدي على العلماء طبعا، هتدي على عندنا اوضاع غريبه دايما. بس هو يعني اعتقد عندنا بدايات كويسه والله، يعني عندنا وزاره الاتصالات بتصرف على مواد الدوله برضو. بس هي بتجمع الشركات مع الباحثين يعني او مع الجامعات. في اكاديميه البحث العلمي نفس الكلام طبعا. واحنا ان شاء الله في جامعه القاهره الدوليه باذن الله هنعمل هنحاول ندعم هذا النموذج يعني باذن الله. اداه وقدوده يا دكتور، اداه وقدوده حقيقي. انا عايز اشكر حضرتك جدا على انك نورتنا وشرفتنا الليله دي. الف الف شكر ليك يا دكتور. كل الشكر للدكتور رضا عبد الوهاب الخريبي، عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه القاهره، كليه للابحاث التطبيقيه في مصر في جامعه القاهره، بس من جامعة القاهرة بتاعتنا بتاعت زمان، هي نفس الجامعة بس فرع الشيخ زايد. ماجستير والدكتوراه بغرض التطبيق مش بغرض التستيف لملفات والحصول على درجة والسلام عليكم.